أيها الإخوة، موضوع عيد ما تحكو سنة أخلاق قلق. هل قل أخلاق وأخلاق الإسلام قبل تنقوه إن أنك ينقص وقات كاسو أحشوتك إلهي لك حشور. ولذلك وحن نري حشوتك وحول الصعود مركز أساق يوحاس للصعود إيمانك. حديثك النبي عليه الصلاة والسلام حديثك عبد الله بن عمر نبي محمد نوشي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان الحياء والإيمان قرنا جميعا ويقول حشوتك إيمانك ساس أي كل حرير سيه فإن رفع أحدهما متى دي لقاضوا وفق لقاضوا قاضوا وحشوتك لقاضوا رفع الآخر ككلمة راعية يقول. ولذلك حشوتك معنى بدن لي معناها أوين أنت عن قارن معناها بسيط كاه وحوي سيدو نبي نوشي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى حديث كاسو لي هي قفك مع سيدة كل عيسى حتى مركو مع سيدة كل عيسى قفك إلهي حشوت كقاضي تتكلم كان أركيسان وسوشيال ميديا وحر شيء قيان إلهي حشوت كقاضي هذا هذا نين وحد عيا نين زينة كل عيا أما حاران قبل وقت جاي أما هذا أركيسيد إنه حضايو مال أمان حضايو أما حتى قمر عبايو وحو النبي عليه الصلاة والسلام حضايو لا يزني وحول الزاني حين يزني وهو مؤمن ما حد عي وحول هي حشوتك مركو الله قاضية مركو سو معصية كل عيا قمر هذا مركو عبا وحول يرمع عبا قمر مركو حشوتك الله قاضية هاي حديث كاسة فسرة وآه إيمانك يا سيد ولا الحري متى دي لا قاضي متى كلام أبو حيا أنا قفت مركو حشوتك الله قاضي إيمانك كبا حيا ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام حديث كله من أول شيء وحول الدين كست أخلاقي اللي هذا إن للدين إن لكل دين خلقه ويقول وقول الإسلام الحياة دينك أخلاق جار لو أقنص ذا اللي ذا دين كريستيان كأخلاق جار اللي ذا لو أقنص ذا هذا إله حتى يكون كفريان أخلاق اللي ذا يهود سد وكله ثانا ويقول الإسلام كأنا جل نك مسلم كأه دين تجي سواح لو أقنصنا ويقول واحد شط ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كأبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام هو نوصفه مركو الربيع نوصفه أخلاق ذو الله نبي مركي لو يدوحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها نبي ونوشة كينية ونوشة فينية وحوها أشد الناس حياء وها كان أشد الناس حياء وحوها كان وحي شوط بدن وحوها حشوط بدن وحوها قبل بكرة أهو حلوية كان حشوط بدن وولي خذر كيدو كنت جرتماشا لقليو قبلها دقنك عرفت عوي قبلنا بكرة حشوتك قري قول الله قد يسا يمال ماشي عسل كو خرصان تحت رقم أركي سوا حشوت بضان تهي رقم أركي ماشي مران كدي بها هذا إساء إلى بنات شعيب سوى إله نوشين وجاءته بإحداهن تمشي على استحياء وقلت المام مركي دتك بحان مصر وحي تري مركي دتك وحنا ميسان أيانا قاعد دانسنا وحين حشوتك وقيين تا حي دين تان أصل كهذا وحشوتك ولذلك وحويري وإذا كرهه شيء هذا النبي وحنا عبسته وحويري عرفناه من وجهه ولذلك إمام نووي مسلم ركوا في السرية حديثك وحويري لأنه النبي قد أرك حتى قف وحن قد عيسو أفقه أنه وحن كغن أواق مجعلان لكن وجهه سأس بدل جري كرية حياء حشور أنا قال لك قف عنانا إنا أمده رتدرنا نكو عنانا حشور ما حتى ذاتك أخوفك هذا وحش شيء حتى سيجارة يا النص الحين إذا لكن إنه هرتوا عن أنت حديث قاسم فسره عرفناهم وجهه حمار وأركي قف مدين حمار تصنف مدين لكن حلي وحديده وحين قلنا واقو حلي وجهه ساك جرنجر النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا سعيد القدري وحاجيبه إلى هو نحر يستقبل صحابي قاسم نبي وحلي وحكومة ثلية مثال قبر بكراء أو حشاط بدن بالله عليك قبر بكراء العصر يعني جو تكورن وقد نزع منها جلباب الحياة حياة حشوت ملها هل كان أنا محنكو أرك نيروبي قبل نقاب وطا ونن موتا قضاء القصار انت قضاءش موتا يساريه نسأل الله سلامة العافية أين هذه الحياة أو حشوت إلهي نأمري هذه المعاني كلها ولذلك حديثك كروحوها أو صحيح بخاري كجرى سقنة إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وحجابها أن بيدهم لقد أحلوا حكم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قفك دوعي شون مركا رقا وذا أنا رقا إن الدين تجيقا حليا وإن أحشونه وأن حددتكاس
إلهي سوها نونية أن ودعيني إنا لفت قوذي لكن حشوتك معنى كلو أنك نقصي أجل إذن ذاتك ننقصي حديثك إمام طبراني عبد المعقاد بن سعود إمام تربدي نبي عليه الصلاة والسلام مالا وصحابته كوير استحيوا من الله حق الحياة والإلهي كحشوذ الرمق وحشوذ أصحابته يا أبين وحيرين لنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله والإله ما كحشونا حشوت كعادي وقاتني لكن النبي وحدثه كلمات كومن وجوع الكلمة وحوي رصاص مول جيداني استحياء من الله حق الحياة محاول جيدا أن تحفظ الرأس وما وعى نك حشونا يو قلت ماذا حيسي وحو كوم وين وياه ماذا حمحو إليا عندها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عندها وحال دونيا إن حرام لك أردت النذر الأولى لك والثاني عليك ساس الآية حديث علي إنها حرام لك أنا محرمنا قبله وحي إنها كحجاب أو سمينينا حجاب ما حجاب كان والواحة وحي إياه ما وقت النبي إن لم سمين لك أنا إيمان كان ضعيفه هذا أنا أردني أن أكون ترى رحنا الله قيابا ساسا أقول لك أنا لك أصل كحوي أذيك على قاعدة بأن إنها حرام تقيل لسن أنت مأمور لا تؤول الآية أي تأويل ما لها وشيء محكم ولو أمر وفعل أمر والأمر العاري عن القرين يفيد الوجوب ساسنا وصولين إذن وحلقا ربا إنا كنت ذا شد إنا قد بولت الفضوة لقا هذا ساي قرقي حنت بالله عليك مقايدها سي مولك اسمك تكتب ما أنت نمدتك فاليو وحن وناك ميسك شيء غير يعني نيو ما لو أصحبت حكوجر إياكم والجلوس في الطرقات طرقات كاتو حانو قجر أنا قبوس كذا مقايدها أنفريسنين مولك مركز يرى ما لنا بدو أصحابه وده صريحان يعني منافقين ما هين وحين منافق الرسول قال له وكل نص لنا مش وحير إذا نعطوا طريق حقه حتى طريق ما شاء الفر إذا مقايدها الفر إنه حقوق إليه مثلنا وحير رد السلام مركز وحير قف كتصون قالوا قبيل كيسي مش وكي مديو يو يهي كحدو كترسيها فيرنا السلام عليكم رد السلام هذا كل سلام عليكم سلام على المار إنك جالس كيكو أيكو أجبتها مركو ننفر يا كم استأجنا على الرغم ودك السلام مركز هذا نوحي نوحي يعني وكف الأذى هذا ماشى اسمع الناس هذا وصل هذا كف الأذى مردتها كوحمان قبيلها كوحمان أو دتك ما كانوا حكى شيء جن دتك جو كشة كاستا هذا سيكرين ورق مساجد إسكس وقال مقرية نتك لكن مولك ما تنا وحكو عبيا دذا حمانة حقوق المبحناي ولذلك أقول لي نبي عليه السلام تحفظ الرأس وما وعى عرب أو قدرا عرب كان عرب كان يويل وياي مدحة عرب كان أبو بكر وعلي المالك سوسو قوي جل حبيجري هذا الذي أريد كان نار تنقي بيجري كان جاي ولذلك حديث نبي عليه السلام سارت أسق صحيته حديث معاد بن جبل نبي عليه السلام هو شيء معاد رضي الله عنه وحبيجري دير تيرك إسلام قوى صلاة ودرب التسنة كورس وقرين جهاد قوى وحي لنك وشاقل أيو كيا بمعاد وحقير يا معاد ألا أخبرك بملك ذلك كلي ما كون شاقل وحا أن كون شاقل لن أحافق لغناي وح ملكي أجرا صون كان صلاة دان يكون كذين عرب كان كايد كاد كاو عدك عرب غيبة أساس كالي حنت أساس كالي نميمة أساس كالي كلمة ذاك استوقفك قلبك استوقفك ولا قال ولا قيامها قرام اقرأ كتابك ولكن ويا قفك وياه وعليه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما حتى كتاب كان وحي يري الكفتك وليجر ما لغزو قرونها صغيري كبير ما لغزو قري ولذلك ألا أقبرك من ذلك وحي يري مركب بلا يا رسول الله إيشك رسولك قال له معاذا دهي وحي يري فأخذ باللسان عرض وحي يري كف عليك هذا بالله عليكم إخواني الاستحياء من الله حق الحياة وحكمده أفكوا حكى قولي سيدنا إلى لسيد كلمة وقبوصة ونقنيسة إن الرجل اللي يتكلم بكلمة لا يلقي لها البال تهوي به إلى النار 70 خريفا عديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قف كلمة وكفر سنين ذاتك كقص خسري طولك كفرحي طولك كفرحي ولاي لكن هو يريد تهوي به إلى النار 70 كلمة داسة يا نار تقيني سنين تضبات السنة من الله سبحانه يكريديته كف عليك هذا ما حد يقول يا رسول الله أردتها نبحتها أو نأخذ بما نتكلم به يا رسول الله ويقول لي ثكلتك أمك يا معاد وره إذا قبلا معاذ وردت مع نار قيوري أو وجوجي وقرد على وجوه وفي رواج على مناخيرهم إلا حصائد وألسنتهم وره عربك وروح القيادتك نار قي النار تا عربك كعربك إلالية سلاة إنسان كان أركيسان قاستنا أنه هل كانت جو قنع صدا وبدنه
Soomaalida Ilaahay wuu furay tijaarada Ilaahay wuu siiyay laakiin tijaaradu waxay leedahay shawaayib ay leedahay maxaa dhacay tijaaradu markaas waxa ku jira xuquuqul abdiya ku jira xaq aadiga iyo Rabbigaaga niga dhaxeeya xuquuq dalaba loo kala qaada bal cidil wasuuliin afar ee gaarsiyaan xaqullahi almahd حق أو إله جهر وياه وصلوات كان شنت صلاه وصدقات أربع سنين إلهها كو أمره إساق يقول له عد يقول شرك يقول هذا وحكم برحديد مبلغ أقبلاه وبريس حتى صدقات هذا بريس ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس حق اسمح لي وإلهي أسكر صان إلهي أسكر صان صلاة أسكر حق نحلير قاص للعبد بين العباد وأنا أسقله أنا أديك حق أسقولة النبي خشيج حقوق ضاع أسقوليين وحول حق المسلم على المسلم ستة في ذا لقيته فسلم عليه سلام إلى إسلام تذكر وضدك عورمات وأتكون مشغول قبيل كي أكون مشغول حق أقول هذا حق أسقولة النبي يعني هذي أتكون مشغول هل كان كيمد أكون مشغول والشكل كي أكون مشغول أيت لا سلام عليكم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أمر أقول عن تكليف حق أقول هذا وحول هذا سيد وكلا وإذا مرض وحول فعته اسبتالك من مسح وجرت المسلمين حق وقوله بريء وقوله إله إله حد يسقط عليه أدونك إياه أنو حنوصي مصاب إله سو حنوصنا إذا ألا تعلم إن أدونك إياه أنو حنوصنا ساسو كله وحكمت تشيع الجنازة كمدة وإذا عطس فحمد الله فشبته هدو الحمد لله راح يدسو إن ترى يرحمك الله حق وقوله حقوق بدن أي أجرته تاسو حدير من حقق حق العباد بين العباد علينا ولذلك حقوق الإلهي تيس أسقى الله ذهب أصوليته حيرهان مبنية بالمصامحة إلهي نقول أفعل غيابا أفعل غيابا ماذا صلاة تكنين وما أوسهم إلهي أنه جنة ذكري مشي أدي سقوق الله مشي أتي الله محايا الرحمة وسعة الإله سبحانه وتعالى هل روحوا إلهي الشيخ بس ويرقفك عذابك وقلام حاوي لنك قال لم يكن أنت والعياذ بالله مشرك أصوه كم أنت كاسو يقول عفو اسم الله لكن وحي كسو هارا أما معصي وقول عاي أما وحقول وحول مشي هذه إلهي وقدر كاس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في لنت في المشي لكن حقوق العباد هذه إنك كان عسي إنك قد حي شركة الدهين هذه كانوا هذه إسلام هذا هذه جيران كذا هذه دتك مسلمين حتى دتك مسلم كأهين سنك مو قال حتى دتك مسلم كحقوق فيه إنك لا تأتي أهل الكتاب معاذ لي بك يوم الله دري وحالي إياك دعوة المظلوم قد قال أو تقي سالير إسك إلى لها بارك وذن ولي هذا هذول مين قال هذا فتقو حقوق ضعني هذه مركز نقد حيسو مبنية بالمصاحة مشحنة ليرها يمحاسب كل سنة أم لين صلاة بدن أتكتد صلاة الليل قرآن بدن آخر صدق بك استبحي والله إلهي إنك عفيرين حقك كش حاسك هذا أما جيرانك هذا أما نك جناسني كذا حيا حقك كش إلهي إنك عفيرين تقول محي الإله عادلوي سفدي عدلي وحده ما يساتس ما نك قيامه اللي استوى يوم وقوم ناس لرب العالمين دعوه وحول اللي من الملك اليوم إلهي وحول الملك يا أسكله وحلي هذه لله الواحد القادر وحول لا ظلم اليوم ما أنت ظلم مجرم حتى النبي قلنا وشيك عليه الصلاة والسلام لذي جه سهلة تنكر الله وحق هذا فما بالك لنا ما أنت ظلم سي إسلام عبد ظلم سي أنا قبيل أنا فورم أو نبي أكو هايس أما أكما غنت هاي حقوق ذا اللي لو عفنا ما أقمتا لا والله ولا قاضي كسران كاري إسلام هذا يا وحمة ريس وحي قوت ريس ماله ما هم معنى إذا حسناتكم ليس حسنات وهي ليس ولذلك نبي وانا قدقي من كان عنده مظلمة من أقيه فليتحلله الآن وانك ولالك ظلمك قلو ولالك مسلك على قهد الله محاس كيس آهد أقرب الناس آهد قرابة آهد نك بناك آهد حتى كحالة يرسول يوم الله ينفع مال ولا مرون إيمانك ما نك إلهي وسلام بنا تكجري أنا عفي ملقا إلهي إلهي يقول لي حقا إنا قاذوي أني حق أيك شيء وأكو عفيك رأي الله وهو ورحمتي واسعة صلاة كتجي جرتي صونا كتجي جرتي وأكو عفيك رأي لكن حاشا إله سبحانه وتعالى نقتهم نظلم كل عو والله ظلم أسوين نكون حريص إله سبحانه وتعالى ولذلك أنا قد نبكي النهار سو وحن كنت ذلنا حق الله مع العبد حق إله نقول له كنت ذلنا لكن حق الدرن وقد ترتأه وأسكسه لنا ومشكلة إنه فهم كنا قاعد نسوي حقك لا أفضل صدق حد في حق مشترك بين العبد وربه
حق حاجر إلهي نقول ليه إله أذو أذون كانوا مشتركين لبض لبض حق كشيء لبض أصحق وحاليني مت حاجر مركا وحاليني هو حق الله أولى حق إلهي لغرمرنا قارن حق حاجر ومشترك حق العبد أولى كي إلهي كان على غرمرنا بلفتنس لكن محل شاهد كان مصر الحيتاء حقوق ذا نقدر نقدر حيث قطرة ولذلك نبي وحوي الحديث ما نقول ونك فلس مكرنا سايا فلس فلس أنا أقول حاليا نك نك كعي مالك مال ولا هيجر مالك يا كباب باي مفلس مفلس زارير كاس وحوي لا تدرون من المفلس مكرنا سايا نك فلس وحوي المفلس منا أنا قصير أنا كان ما ليس له درهم ولا دينار نك العقتك كعذ ولا عقل ولا هيجر العقتك كباب باي سكاس ما نقول كمفلس المفلس من أمتي وحوري رجل يأتي بالحسنات مثل الجبال يوم القيامة ما أنت يوم القيامة الصلاة كما تجر صفق روك جرج قرآن كساؤه الرئي صدق هذا ساؤه الرئي لكن هو الميزان كي سوابطي إلى قيامة وحلوك ترتمي ميزان كوي نكستو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي ويكا نك ميزان كي حسنات بطن كرم وأما من خفت موازينه نك ميزان كي قفيف نقضنا فأموه هاوي والعياذ بالله ملك ميزان كي سوحور نك عن مفلسي وأنين حسنات بل قير كسوك غيب هذا جري وحكستو قير ساؤه الرئي جري لكن ما هي تدخل دون مجري وقد ظلم هذا هب الواد دمي أما أفوك دمي قبيل كيسو عقل شيء أما واضح وحقري أما وحوك شيء لا يحقر أحدكم أخاه وكما وير وعرف وكل عكرم واد دمي نك حقي سوقات كان وعاير يوم القيامة ذكرنا وصوص الفنايل إلهي ونك أسباني كاس ساسو ويري إلهي نوحم إلا أبو لا تأخذ سنة ولا نوم ظلمك يسك إلالي مركا سوحي النبي إلهي محسن هيا وحول إنك حسناتك كتب حلاق القاهم حسناتك أذيك أكسو وتعبت وهبيك ونفر جرتي مالك صدق هذا بحسن جرتي وعلاق القاهم يري إنك أدل مياه السينية صفي كوسو كالين تات بدنا صفي كوسو كالين سوالي أنا نبك أنها سبعتها نبك أبوي أنها سوالي وحيت هل لنا قفك قلاء قبيل كيسنو نعاينا مركا قبيل كنا نبكوسو سفرائي قبائل ووينا ودنا وفرها بضل ولي واسمع دمانا يا نسأل الله السلامة والعافية قبل هي ذا نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحاجر إمام أحمد مسلم كمركز مركز أنت يا كشيعة سو ما الحديث كذا نوع عليه يبغى هذا بحوي حديث كه نبي عليه الصلاة والسلام وحوك شيء كهير بني إسرائيل من كان قبلكم هير بني إسرائيل وكهذا وحوي إن رجلين من بني إسرائيل أي وحوي تناسبا نصب إسقوفانين نكست بحوي شيء كتوين فقال أحدهما كم وحوي وحول فانتسب أحدهما مد وحق نصب شيكتي وحول إلى تسعة آباء سجال أبو ترسل إن هبل إن هبل أنا قلت سجال وقت بدلنا يا بلفتك هرب من إسرائيل وأنا جاي راينا على جهبا نينا أتو حوا إلا يو مش مود ميسو جينا وقفانا مرك أنا نينا قها سهب لا كيسا فزمي وانتسب الآخر وحول كان كلا نوحو وحول نصب شيكتي إلى ثلاثة وسومالي وحيلا سدح ذا مع قرن سدح هذا مقع الدين تي أصل أو سيدنا وحوا وسدح يصلح شوين الأب والابن والجد سدح ناس أصلح له وحي كذا بين حل ما بلاه مركز سدح ناس قف حر وين قف عنو إذا أنا جهني هبل هبل حيا القف كدو أبنا يع قرعوي مقطوع نصب كاس على اللي هدو أبو لا يع كاس أبو يأفر تحو نبوب جرب أنا سدح ناس قف أصل واه فانتسب الآخر إلى ثلاثة سدح كل نصب شيء كتوير نبي عليه الصلاة والسلام فأوحى الله إلى نبينا موسى إلهي وحوصو وحيوذو النبي موسى وحوير أما هذا الذي انتصب إلى تسعة نكا أنت سقالك وضي كفا علي وأنا قوحا سمينين وحوير فانتصب إلى تسعة في النار سقالك نار تتكجر تكفا نو وهو عاشر وعسان تمنى الله ولي والله حديث كذب مركارك واحد عبصد هذا هو عبصد وضيهاش أنا كفا نينو قلنا واسكد عجرين مرحي ماشي مجرد من قهنا هدي نقول جاي كورنا هذيك مرحي إلى هذا كفاني جرتين ما دام أكسر فرعتني أو دعين بس دعين قليل لكن إياك أن تفتخر به واسنقنا أنا سأضيع شيء نوحي ورب إذا ما يجري إذن هكفاني إذن حقوق عباد كمركة وحنين مبنية من حوي الحديث كأي وضع نبي عليه الصلاة والسلام وحكسي الدري هذا وحوي يري وأن تحفظ البطن وما حوى بالله عليك علشان وحن قلنا إلى عليا علشان
مالك سوشا قيس جناسيها فيرين ولذلك النبي وكتب يقول آخر زمان وحيمان أيون يأتي على الناس زمان إيمان أيون أو لا يبالي الرجل من مال أم من حرام أم من حلال ولإلا أسكير عليه حرام نبي وشالي بل قيد أيونسه حديث كي نعمة بن مشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومتشابهات لا يعرفون كثير من الناس قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ورنك رب الدين تيسنو إلى شرفتي زو حتى وحي لقى الشكي حرام ما كنت جرتك الإيراب لكن تجارة لا يسكن رعاية ولا يسكن خيانة يسكن إلالي النبي يقول حبيبي الحديث صراط قفكم قدبا لا تزال قدم العبد حتى يوصل أنا 40 حكم بذي ما كان الشقي السني والسوي دنيا من أين لك وفيما أنفقت هل كيكا كيك أم من حرام أم من حلال أبو دنيا ولذلك أقل شيء وقفت بنت ومالك حرام تعونه وحليلي وحويل وكل عيو حويل إله دعاء ما أقبله بالله عليك أدوك الصان جمعة وساعة جاوة وقدرت إلهي لا تبتد وإلهي قوية دعاء هذا ما أقبله كبير وحكيت بلي تماجر وكل بتوت الدعاء صلاة أكد ذا شيء صوت أكد ذا شيء حديثك سعيد أبي هريرة صحيح وقال إن الله الطيب والله يقبل إلا الطيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال وقال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال المؤمنين كلوا من الطيبات بما رزقناكم إله المؤمنين يرسل شو السمي ثم ذكر النبي بحوشة رجل وعلي صفات كده نكون جمع ذي وأسباب قبول دعوة مسافر وي أشعث أخبر رفاضة كم مغن يمد يديه الله بديس قاعد مكروتا فيقول يا رب لا كحول المطعم حرام ومشربه حرام ومبلسه قال أنا يستجاب له بمصيب سلق أقبل علوش هذا كبوح ذهب من يضمن لي ما بين لحييه هكذا وما بين فقديه حديث كلاها ورياء إذا ما نايد ولذلك فرج كبير الوحثة وحلوثة مع علوش والمفسرة يا إذا ما نقاذا يقول عليه الصلاة والسلام إخواني ظلمك إسخيل عليا جريدة وقرن إنسان فجأة يقومان إنسان ولذلك علماء يرهان إذا وقعت إذا مات إنسان مركو لنتو محذار ويمال تقع عليه مصيب لابو مصيب وين أقول عيسي لابو مصيب محاول أنه يترك عن ماله كل مال كنن أكسر لذاشة لابو أكتقيسة مصيبة كوين حتى وأنه يسأل عن ماله كله ولو يدني إلهي محكبر إلهي أنه لقد يقوم عبر قاتله هذا وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي على نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك واجعل خير اعمالنا خواتمها اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.